مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير مربى التين المجفف. هيدا المربى عملته فيديو سابق قبل هلا، بس عدت الفيديو عشان مش موضح منيح الفيديو القديم. شايفين منا شكل بشهي تين كتير كتير طيب ورائع، ريحة اليانسون كتير طيبة. شايفين هالشكل الحلو؟ واو، شايفين منا شكل بشهي. طريقة تحضير مربى كتير بسيطة وناجحة 100%، ان شاء الله بتنال اعجابكم كمان. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي عنا نص كيلو تين مجفف، قطعتهم بهيدا الشكل. قطعت كوز التين 4 شقف، كوبين سكر، بدي استعمل ملعقة طعام عصير حامض، عنا كمان 3 معالق طعام سمسم، 3 معالق طعام صنوبر، ملعقة طعام ينسون حب، وفيكن تحطوا ينسون باودر بس من الأفضل الحب، الحب بيعطي طعمي أقوى بالمربى. وعنا كمان نص كوب جوز، ومنا نستعمل كوبين من المي. بدي فرجيكن كيف عملت التينات. أول شي بشيل العرق، هيدا العرق الصغير اللي هون شايفينه، بشيله وبقص الكوز بهيدا الشكل 4 شقف. نفس الشي شيلت العرق، حط السكر بالطنجرة، كوبين ماي، بعير بنفس الكوب، كوب 2، ملعقة طعام عصير حامض، حركهم شوي. هلأ بحطهم على الغاز ليغلو. هلأ بتركها تغلي حوالي 4 دقايق. بعد مرور حوالي 4 دقايق بنحط اليانسون. حطينا اليانسون، حط التين، خفف الغاز شي بسيط وبتركن يغلو مع بعض. يعني الغاز عندي اعلى درجة 6 واقل درجة على 1، انا بحط الغاز على 4. هلأ بتركن يغلو مع بعض. حمصت السمسم حوالي 3 دقايق، هلأ بحطهم بالصحن. حمص الصنوبر، بس الصنوبر اخذ لون خفيف بهيدا الشكل بحطهم كمان فوق السمسم. كمان موجود عنا نص كوب لوز، هول الاضافات اللي انا عم حطهم، ما ضروري انتم المتوفر عندكم بتحطوا، اهم شي تحطوا جوز وسمسم وينسون، بس اللوز والصنوبر اختياري. بس قليت اللوز حوالي 5 دقايق، هلا بحطهم فوق الصنوبر والسمسم. بعد حوالي 15 دقيقة بس صار عنا التين والقطر بهيدا اللون. هلا شو بعمل؟ بحط اللوز والجوز والسمسم والصنوبر. خلص
خليطهم. خفف الغاز على درجة حرارة 2، يعني هو أقل درجة 1 أنا رح أحطها على 2. بتركن يغلوا مع بعض ليستوي التين. بعد مرور 20 دقيقة استوى عنا التين وصار هيدا الشكل النهائي عنا. طف الغاز وبتركن يبردوا تماما وبرجع بحطن بمرطبان. هالمربيات اللي عملناهن مع بعض بس بردوا تماما، هلا بدي احطهم بالمرتبان. بسم الله. هيدي المربى اللي عملتها انا وياكم، بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.